دخلت في الحواري أفتش في البيوت، وكانت ساعة عصاري وفيها عز السكوت. دخلت في الحواري أفتش في البيوت، وكانت ساعة عصاري وفيها عز السكوت. وتاري في انتظاري ناس ملهاش أي صوت. ما تقول حاجة يا خالي، ده أنا قربت أموت. هقعد بدور ليالي على أخويا في البيوت. فجأة هلاقي قبالي ناس كتير تفوت. هسأل بس في خيالي، يمكن ألاقي صوت. وقابلت هناك جواري عايشين كده في البيوت، وبنات سكنوا الحواري ولا شافوا في يوم بيوم. جيت أسألهم سؤال، بكم غير أيصوف؟ قالوا لأخوك شهيد شبعان الظلم موت. نزلت مني دموعي ولا عارف فين أفوت. وبنت الجيران خطبته ملهاش من يومها صوت. كان كل يوم يعدي عليها دايما يفوت. قالولي اهدى يا ابني وادخل شوف البيوت، هتلاقي كتير حكاوي واكتر من 100 شهيد. وشفت هناك يتامى اطفال قاعدين حزان، وام بتنعي ضمان واحنا عايز السكوت.